أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا الله
في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم خلاص بقى يا شيخ حافظ كويس واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا رحمة الله على حضرة النبي
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا. قال إنما ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول
تكون لي ظلال. قال إنما أنا رسول ربك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. وانت بتسمع ايه؟ طب اسمع وانت ساكت. اسمع عم راح اعمل لك ايه يعني؟ اسمع وانت. اسمع يا حبيبي اسمع. اهلا وسهلا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض فأجاءها المخاض
إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اصبر الله فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. عامل ايه يعني بس؟ صلوا على سيدنا النبي، صلوا على سيدنا النبي. صلوا عليه. ايوه. خلاص يا شيخ اسكت. ركع الله بالصلاة على حضرة النبي. فناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري عينا. اعمل ايه؟ باب سيدنا النبي صلوا عليه. ف
فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله كلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله مباركا يا جمال القرآن صلوا على نبي القرآن ومصلى عليه وأكرم من يصلى عليه عليك قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا
والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول
قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم يا من خلقت عيسى بدون أب وحفظت مريم من القذف والسب وجعلت سليمان يكلم من يأكل الحب وأحببت الحبيب محمد حبا ما بعده حب ارض عنا يا ربنا أنا وكل من قال يا رب
استمعنا وإياكم لعلم من أعلام جودة القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والأكثر شعبية والملقب بملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرس والذي سنسعد به إن شاء الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والتلفزيون المصري بقرآن الجمعة القادمة من مدينة بورسعيد. الهندسة الصوتية والضوئية وفخر قصور الضيافة المتحركة لؤلؤة فراشات محافظة الغربية أولاد البنبي إدارة المهندس محمد البنبي إدارة المهندس محمد البنبي المقيم بشوبر مركز طلسة محافظة الغربية. ستنقل هذه الليلة عبر موجتنا على الانترنت عبر موقعنا الموقع الشهير للمهندس احمد شوارع والمهندس محمد عزة القيعي. باسم العائلة الكريمة اتوجه بخالص الشكر لكل من تقدم بالعزاء. باسم عائلة الصفتي اتوجه بخالص الشكر لكل من القيادات السياسية والشعبية والسادة اعضاء مجلس الشعب والسادة النواب والسادة اصحاب السلطة التنفيذية والتشريعية بمحافظة الغربية. باسمهم جميعا اتوجه خالص الشكر لنقابة المحامين والسادة نقابة التدريس بمحافظة الغربية. باسمهم جميعا اتوجه بخالص الشكر للسادة العمد ومشايخ البلاد والسادة الحضور الذين لبوا الواجب في بيت من بيوت الوادي ببيت صفتي بقرية شوبر مركز طنطا محافظة الغربية. ايها السادة اترك الكلام للاعلام المحترم احمد بالليل فليتفضل.